طنطال بحق بنتي ولي طنطال. انا نشوف هذاك اللي قتل لي بنتي لو بغيت نموت الله يرحمني. حيت اصلا بنص ساعه وطلع للدار عاوتاني عيطوا ليه قال لي راه لقينا مليوحه مليوحه فوق دوار طلان. حنا ديك الساعه مازال ما عرفنا الاغتصاب لا 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 دا ما عرفنا والو. ديك الساعه حنا نزلي عندنا داك الخبر كي الصاعقه تلفنا شهر شهور مازال ما بان والو. 10 شهور وهذا تيدور بينا ولادو حيت التقرير الطبي لا قريتيه اكثر من واحد اغتصاب مع ورم. السلام عليكم ورحمه الله اخواننا المغاربه. كنهضر دابا انا مع اخواننا المغاربه اللي كيحسوا اللي عندهم قلب هما اللي كنناشد انا دابا. انا اخت هاد المرحومه خديجه اختها بغيت لها حقها. اختي من 14/12/2019 لحد الان ما تلقاش اللي قتل. لحد الان مازال عايش بينا. لحد الان مازال ما لقاوش عليه القبض. كنطلبوا بحق اختنا ما بيناش شي حاجه اخرى. ما كنطلبوش شي حاجه اخرى. بينا الحق. الحق يعطى ولا يؤخذ. بينا الحق. الحق يعطى ولا يؤخذ. وحنا في دوله الحق والقانون. اختي خرجت نهار السبت من ورا العصر صلات العصر دارت تليفونها في ساكا لي سي في ديالها خارجه كتزرب. خارجه كتزرب اختي شي حد كيتسنى. خارجه كتزرب باش تدفع السي في ديالها هاد الخدمه. كنتسناوها باللي ما جاتش. درنا احتمالات ولكن القلب الام كيعلم. ديك الليله بايته ماما كتطل في الباب. ديك الليله ما نعساتش ماما. صيفط الراجل اختي قلت ليه واش خارجه عندكم قال لي لا ما قلتهاش لهم. حيت الا بيت ديكلاري ديك الساعه فين غتمشي خاصك 24 ساعه ديكلاري بان داك الانسان ما جاش. بقيت طال الصباح تندور اختي الاخرى تندور اخوتي تندور واش جات عندكم خارجه لا ما جاتش. صافي ظلمت الدنيا في عينيا ظلمت وقد تبان لي حتى حاجه تنقول فينك اختي بغيت نشوف فينك بغيتي نشوف اختي ديك الساعه تنقول يا ربي ترجع يا ربي انا خارجه كنقلب عليها ويا ربي يدوروا ليا انا كنقلب وكنصوني عليهم في الدار واش جات لا كنقلب كلنا كنقلبوا راجل اختي مشى للسبيطارات كيقلب مشى لامور ديك الساعه مازال ما هزوا يمكن من تما قالوا لي لا صافي النهار كامل حنا كنقلبوا النهار كامل حنا كنسولوا الناس اللي كتعرف النهار كامل تحد مشات عنده ديك الساعه تحد يلا انا غادي لامور اخر نقطه بغيت نمشي لها ثاني قلت نمشي نتاكد حيت راجل اختي اصلا مشى يلا غادي صون عليا قال لي عزه خديجه راه في الولايه قلت لي خديجه في الولايه حيت هي اصلا ماشي ديال الولايه ولا تلقى عليها القبض قلت لي علاش صافي قال لي قلت لي خارجه في الولايه ديك الساعه هو اصلا مازال حتى هو عطاو لي الاستدعاء قال لي جيو عندنا غدا مع 8 الصباح مشيت انا للولايه واخا قال لي هو راه قال لك حتى 8 انا مشيت انا بغيت نشوف اختي تما مشيت لتما الباب قلت لهم الله يجازيكم بخير واحد السيده سميتها خديجه بن داده شوفوها لي واش كاينه في لاكاف بغيت نعرف علاش مالها علاش مشات للولايه اختي اصلا ما كتقدر تقتل حتى دبانه علاش مشات للولايه اختي كتحن في المشاج علاش ما تمشي للولايه صافي قال لي لا اختي ما كايناش هاد السميه شويه دور لي تاني قال لي منين شريت التليفون قلت لي كيف قلت لي شريها بونو كازو قال لي منين شريتو قلت لي شريتو من عند واحد السيد عنده المحل حتى هو انا قلت ملي قال لي التليفون قلت يعني هذاك التليفون شي حد دار به شي جريمه شي حد وهي اللي طريطات فيه قال لي المهم يسري انت للدار ديك الساعه هو تلقى الخبر انها ميته قالوا عليه البوليس حيت اصلا بنص ساعه هو طلع للدار عاوتاني عيطوا ليه قال لي راه لقيناها مليوحه فوق دوار طلان. حنا ديك الساعه مازال ما عرفنا الاغتصاب لا 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 دا ما عرفنا والو. ديك الساعه حنا نزل علينا داك الخبر كي الصاعقه تلفنا تنتسناو اختي جات لينا في النعش اختي مشات ضربتها مريه على وليدها رجعت لينا في النعش كنصيفط ليه هو اختي شويه مريضه ما قدر يقول لها ديك الساعه والو دار داك الحمل الثقيل عليه وبيت يهضر معايا رانا قلت لي عافاك اسمح لي تقول لي شنو واقع قول لي شنو واقع لاختي تيقول لي عزه انت اللي قويه في الدار توقعي اي حاجه قلت لي واش نمشي للخدمه قال لي لا ما تمشيش قلت لي بزاف انهم يستدعيونا كلنا يعني راه كاينه شي حاجه خطيره قال لي يا سيري قولي لهم في الخدمه ما تمشيش للخدمه صافي صفت لهم صورت انا الخدمه ما نمشيش ديك داك النهار
انا قلت ليه شوف اختي وقعت لها شي حاجه، حسيت بان اختي وقعت لها شي حاجه. قلت ليه واش اختي وقع لها شي حاجه؟ يقول لي بيني وبينك. قال لي عزيزه توقعي ديري اي حاجه في راسك، خاصك توقعي اي حاجه في راسك هي توقعيها. الغد اللي جاو عندي انا بويا في الدار كبوني في الطوموبيل، فين تمشي اختك؟ فين؟ قلت ليه شنو وقع لاختي؟ قال لي اختك لقيناها مقتوله ومليوحه فوق دوار الظلام. قلت ليه كيفاش؟ قال لي اختك مات. لقيت راجل اختي دخل جاب اختي طال الدار عاد قالها لهم، قال لها امي حافظه اجرك الله في خديجه. بتحق اختي 10 شهور، هادي 10 شهور مازال ما بان والو. 10 شهور وهذا تيدور بينا ولاد، وحيت التقرير الطبي لا قريتي اكثر من واحد، اغتصاب مع ورم مع خنق مما ادى الى موت مع كدمات. بقات مليحة من الليل وفي داك البرد، نشرتناش كان البرد من الليل تجيش النار عاد لقاوها الناس باش تعرف المنطقة فين تلاحت اختي ما تيدوز منها تحت. ولا بغيتي تشوفوا البلاصة نديكم لها تشوفوا بعينيكم، شوفوا البلاصة فين بات اختي في البرد حتى ولات زرقاء، البلاصة فين رماها هذاك عدو الله تعالى. حاشا واش يكون انسان، حاشا واش يكونوا جسطرة على هادي يكونوا جسطرة، يكونوا عندهم قلب وناشد اعلى سلطة بالبلاد، وناشد جلالة الملك وناشدك. اعادة التحقيق في الجريمة، حيت اختي ما تعطاش حقها، اختي ما تعطاش حقها. وحدة من الرعاية ديالك، وحدة من رعاياكم، نبجلكم جلالة الملك، وحدة من رعاياكم خرج بالضرب تمرية على والديها، تنتعاونوا غير على الزمان كلنا. ما رجعتش لدارو. سيد الحموشي الرجل الطيب ما شاء الله تفكك الخلايا الإرهابية. إعادة تحقيق. اش نقول لك وليدي؟ تنطلب حق بنتي ولي تنطلب. واخا مشات لي صحتي ومشات لي عيني، قاد العونة تنشوفو بعينيا. لو بغيت نموت الله يرحمني، أنا غير نشوف هداك اللي قتل ليا بنتي. حنت ماشي تاع داك العادة، بدري واش هنسى باقي يعاودو لي كان ليها. دايرينهم بحال خوتهم، كان شي حاجة فينا خيبرة هما يقولوها لا ما نقولوها حنايا. الله يبين الضو ويشد الحق في الظلم. بغيت نهضر انا لجلالة الملك، الله يعفو عليه، الله يعفو عليه. سيدي ربي يجعل ربي يحط يدو عندو تا ويعفو عليه. الله تيقول لنا راه مريض، الله يجعل ربي يشافيه ويشد لي حق بنتي. هادشي اللي تنطالب، ما تنطالب حتى لحد، والله سبحانه الا هو تا هو معنا الحمد لله. اللهم لك الحمد، احنا ما شاكين على حد، شاكين على الله سبحانه الا هو. انا غير بان لي حق بنتي وراه ارتاح، ما راه تهلك تا وليدي في صحتي. ما نكذبش عليك راه ما كنتش هكا، الحمد لله. هاد السيد هذا راه قال لك فين ما جات يدق تيقول خا تجي تحل عليا. حنت ما عمرهم سمعوا منا شي كلمه تاع العيب ولا ابدا، تهضر كاع معاه وتتحضر راسها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.